ويا مساء الفل. يلا النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جديدة، هنعمل لازانيا، بس لازانيا البطاطس. فجاهزين؟ جهزت مقاديري: بصل وثوم، الملح والبهارات واللحمة المفرومة وعصير الطماطم. أول حاجة أعملها هو صوص اللحمة المفرومة. أول حاجة شوية زيت والبصل والثوم. خمسة كده، ضيف عليهم اللحمة المفرومة وأحمسها. بليز بليز بليز، اللحمة المفرومة بتغسلش، والأحمر اللي فيها مش دم، أقسم بالله ده النكهة. يعني الدم موجود في الأوردة في العروق، لكن مش في اللحم. ده القيمة الغذائية اللي فيها، وده النكهه اللي فيها. فاذا حابه تغسلي اللحم المفروم بتغسليه قبل ما تفرميه، يعني اغسليه نشفيه وبعد كده فرميه، لكن بعد ما اتفرم مفيش راس. اوكي، هضيف عليها عصير الطماطم وهضيف الملح، الفلفل، زعتر بري والسبع بهارات ورشه سكر علشان الطماطم. وهخليها على نار خفيفة تتسبك. هدي البطاطس هقطعها شرايح. شوفوا قطعتها بالشكل ده زي الشبس. هعمل دلوقتي بشاميل، ولكن بشاميل اللازانيا بيكون بشاميل خفيف. اوكي، فحطيت زبدة مع زيت هنا، وهضيف عليهم دلوقتي دي معلقة ونص من الدقيق. عايز الدقيق بس ايه ياخد تحميصة كده، وبعدين انزل عليه ده كوبين من الحليب بس كده، وايدك شغالة على طول. شوفوا لازم تقليب مستمر عشان يطلع لك كده بشاميل زي الحرير. حطوا الملح، سايبه الحصه وطالعه يا وزعه، لسه واحد فلفل اسود. بعت اجيب الموتزاريلا لحظه، وبعدين لحظه يا جوجو، حط عليها تقريبا نص كوباية من الكريمة. بس يا جوجو بس يا جوجو، تمام اوكي، بس مجرد يغلي هطفي عليه. أول طبقة من البطاطس وعليها شوية من صلصة اللحم المفروم. نفس فكرة اللازانيا بالظبط، بس بدل اللازانيا شرايح اللازانيا هنحط شرايح البطاطس.
اوكي. المهم اخر طبقه البطاطس، وعليها نغطيها بالبشاميل. وهدخلها الفرن. بطل دوران في المكان يا جوجو، بطل دوران في المكان. دخلوا الفرن على حرارة 200. ما شاء الله ريحتها دمار. على فكرة الصينية اللذيذة اللذيذة لازم تكون متلحوسة كده من كل حد بنوصف، وهتفكروا ان هي النظيفة. ابدا ابدا، المتلحوسة هي الصح. حطيت بس على الوش شوية من الزعتر البري، بعدين احاول كده ايه كانت تستحق ان احنا ننتظر عليها شويه، بس كالعاده مفيش حد عندي عنده القدره على الانتظار اساسا. على فكره لذيذه جدا جدا. بطاطس طبعا طبعا يعني مستويه بالتاكيد، قعدناها في الفرن حوالي 40 دقيقه غير التحمير كمان.